توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي الشامل. ليه؟ علشان يتم مد الحماية الاجتماعية لغير القادر. في أزمة في أوكرانيا، حلو خالص، الأزمة أثرت على العالم، مفهوم جدا، تؤدي إلى أزمة اقتصادية كبرى في العالم كله، عارفين جدا، لازم كلنا نقدر نشوف هنتعامل معاها إزاي. على رأي المعلقين بتوع الكورة، لك واحد يقول لي أصل مصر بيحصل وهيحصل ووعى وبتاع وخلاص وسبتينا ليه يا مصر؟ ده كلام فارغ، يعني ده كلام بلهاء، سبتينا ليه يا مصر وبتعملي فينا كده ليه يا مصر؟ مصر في النهاية عرفت إنها تحافظ على أكل وشرب الناس، حافظت على وظائف الناس، ما فيش حد ساب وظيفته، حافظت على مد مظلة المظلة الاجتماعية بتاعتها، مش بس كما هي وإنما المزيد من الامتدادات لمظلة الحماية الاجتماعية المصرية. معنا على التليفون مهندس حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير، ازي الصحة؟ كله تمام؟ الله يخليك، الحمد لله كله صحيح. طيب، متأخرة شويتين. طيب، كتر خيرك. أنا لسه كنت بقول إنه برغم كل ما يحدث في العالم إلا إنه مصر بتحافظ مش بس على مظلة الحماية ولكن بتزيد من تمديد هذه المظلة الحمائية الاجتماعية. عايز أتكلم على هذا البروتوكول اللي بيتعامل ما بين هيئة التأمين وما بين وزارة التضامن لمد المظلة لأهالينا غير القادرين. الحقيقه طبعا احنا كان لازم نتحرك عشان نخفف اعباء الازمه الاقتصاديه المتوقعه طبعا في الفتره اللي جايه على اخواتنا في مصر، واللي هم للاسف دخولهم محدوده وما يقدروش يستحملوا على الصعيد الخاص بالصحه والعلاج ان هم يقدروا يتحملوا التداعيات. فكان اول حاجه اتحركنا فيها الحقيقه بتوجيهات من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، طبعا ده بتنسيق كامل مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وطبعا مع وزارة التضامن. احنا نبتدي نتحرك نحط آليات جديدة ازاي نضم لفئة غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل شرائح جديدة من المواطنين. وبناء عليه كان لازم بزمن علينا ان احنا نشتغل مع وزاره التضامن الاجتماعي بالمبادرات عشان نبتدي نزود ونوسع دايره الحمايه على المسلمين الغير القادرين على دفع الصحي. طيب، شكل التعاون اللي ما بين وزاره التضامن، يعني توصيف او مفهوم كلمه غير القادر، هينضم ازاي الى هذه المظلة الحمائية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؟ إيه اللي هيبقى مطلوب منه وإيه اللي عليه؟ لو صح تعبير، إيه اللي عليه؟ تمام، هو طبعا إطار نفسه أساسه إن في هيحصل تنسيق ودراسة كاملة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية والهيئة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الشرائح الحالية. الخط بيقطع جامد. هنضم شرائح جديدة شكلها إيه؟ احنا كنا في القانون في الاساس كنا ضامنين شرائح زي المخاطبين بوزاره الكرامه، وزاره التضامن الاجتماعي. أوكي. اللي بياخدوا احاله الاعاقه، قاطين دور الرعايه الاجتماعيه، كل دي كانت شرائح النظام الحالي تحت غير. دلوقتي احنا بنوسع كمان لشرائح جديده، وهتحصل عمليه دراسه كامله على هذه فئات جديده اللي هنضمها للمنظومه. الجزء الثاني كان شغالين عليه ان احنا هنعمل عمليه تدريب ورفع الرحلات الاجتماعيات اللي بيتحركوا داخل والمراكز والمدن الصغيره في محافظات تطبيق المنظومه علشان يوعوهم على هم هيستفيدوا ازاي من دخولهم في المنظومه وتسجيلهم فيها وازاي يتعاملوا معاها وازاي يستفيدوا من الخدمات اللي الحكومه النهارده او لهم من صحي الشام. ثالث حاجه كمان هنعملها ان احنا هنعمل حملات وعلى السوشيال ميديا وعلى الانترنت، كذلك طرق ابواب، حملات طرق ابواب وشغل مع طيب
انا عمليا هو الخط سيء جدا، انا حاولت التقط بس انا فاهم المساله. هي المساله في انه هو هيتعمل خطه لاشمال كل غير المشمولين. عايز اولا اشكر المهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئه التامين الصحي، هيتم مد هذه المظله لكل من هو غير مشمول في مظله التامين الصحي الشامل فيما سبق او في المراحل اللي حاصله. وبالتالي دور وزاره التضامن الاجتماعي مش بس هو توفير الداتابيز، ولكن ايضا توفير اذا كان انت عارف لما بتيجي تروح تبقى في مظله تامين اجتماعي تامين صحي باي شكل من الاشكال، تطلع بقى اشتراك او تطلع مبلغ انت بتدفعه، في النهايه خالص في مبلغ هيدفع وعليه، فانه التضامن الاجتماعي بتتحمل كل هذه النفقات. يعني فاكرين لما كنا بنتكلم مثلا انه ادخن عمليه في مصر بيبقى في الاخر خالص المواطن بيتحمل منها 300 جنيه، عشان بس محدش يقول لك 300,000، 300 جنيه مصري فقط لا غير. حلو كده؟ طيب في هذه الحال هتبقى وزارة التضامن هي اللي بتتحمل هذه 300 إذا لا قدر الله حد احتاج شيء ما. أشكرك مرة تانية باشمهندس حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.